كوكبة من أسر شهداء الشرطة في طريقها إلى الأراضي المقدسة وسط مشاعر إيمانية صادقة تمتزج بالفرحة للفوز بأسمى هدية وهي حج البيت الحرام في إطار منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الأسر تقديرا لتضحيات أبنائهم من أجل أمن الوطن واستقراره. وكان في وداعهم بمطار القاهرة الدولي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات: بشكر الرئيس السيسي أولا على كل حاجة بيعملها للشهداء، كل حاجة. يعني أنا من ساعة وفاة زوجي وهو أنا مش شايفة منه غير كل خير، قسما بالله العلي العظيم أنا بشكره يعني في كل لحظة وكل ثانية. بشكر السيد رئيس الجمهورية على اهتمامه بينا، وكل سنة حضرتكم طيبين. فرحانين اخر فرح الحمد لله من فضل ربنا، ان ربنا كرمنا وهنحج العام ده ان شاء الله بامرك يا رب. وزاره الداخليه كلهم باكملهم ما قصروش معانا في اي حاجه، ودايما بيحاولوا يسعدونا باي قدر ممكن بيقدروا عليه. مع وصول اسر الشهداء الى مطار المدينه المنوره، تسابق ضباط بعثه حج القرعه لانهاء اجراءاتهم بالتنسيق مع وزاره الحج والعمره السعوديه وتوفير الراحه لهم وسط ترحيب كبير بهم، حيث كان في استقبالهم رئيس بعثة الحج المصرية. فالكل يعبر عن تقديره لهذه الأسر التي قدمت أبناءها فداء للوطن وتحملت ليحيا في عزة وكرامة. حفاوة الاستقبال بفندق إقامة أسر الشهداء عند الوصول إليه كانت كبيرة، حيث تم تنظيم احتفالية لهم بالورود تعكس تسابق الجميع على خدمتهم والتقدير الكبير الذي تحظى به هذه الأسر داخل وخارج الوطن. فقد وفرت وزارة الداخلية ضباطا لخدمتهم طوال فترة الرحلة المباركة وتوفير الراحة لهم لأداء المناسك في كل مراحلها. فعلا كان استقبال جميل جميل جدا جدا، وكان في ترحاب منهم باستقبالهم معانا، أسرة متكاملة مع بعضنا البعض. احنا فعلا قايمين بجميع الخدمات للأسر الشهداء، بالنسبة لاستقبالهم، اسكانهم في الفنادق، جميع مراعاتهم من وإلى، حتى مغادرتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. استقبال عظيم جدا بالوردة يعني، والسبحة والشوكولاتة كل حاجة جميلة. الشهيد كرمني بعمرة وحج، وكرمني ان كل الشباب بيحبوني واكن ابني ما توفاش كله حواليا. يعني انا فرحانة بيه ولدي اني خدم مصر، جبنا حجة وحجة قعد مش كل الحجات كمان، ده اي واحد استمنى هذا ان ولد يطلع شهيد. فرحانين والله، والله فرحانين، والله العظيم فرحانين بالحج، فرحانين بيكم، فرحانين احنا تعرفنا بيكم. هذه الأسر تؤكد ان ابنائهم مبعث فخر دائم لهم، وهذا التكريم بزيارة البيت الحرام انما هو تعبير عن مدى اهتمام الدولة بهم وتقديم الدعم والرعاية لهم، حيث وجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام الدائم بهم. طبعا الرئيس السيسي هو المهتم جدا بأسر الشهداء، وعمل له تكريم قبل كده وقابلته في عيد الشرطة اللي فات. سيادة الرئيس عمره ما بينسى أسر الشهداء، ولا بينسى التضحية اللي هم قاموا بيها، ولا بينقص من قدر أهالي الشهداء، خاصة الأم أو الأب، وحاسس بوجعهم وحاسس قد ايه هم يعني فقدوا جزء كبير قوي من حياتهم. يعني انا بشكر سياده الرئيس وكل القائمين على اداره الشهداء في الشرطه على الاهتمام المبالغ يعني صراحه بالنسبه للاسر الشهداء والابنائهم، والحمد لله خدنا حقنا وزاد شويه. وتشكروا ويشكروا سياده الرئيس على الحجه الحلوه اللي اداها لنا علشان خاطر الشهيد برضه. هنيئا لاسر الشهداء بتضحيات ابنائهم وهذا التكريم بحج البيت الحرام، فلولا التضحيات ما كان الاستقرار الذي ينعم به الوطن وبداية نهضته نحو الجمهورية الجديدة.